الخير مشاهدينا، وجولة جديدة من جولتنا الفنية المليئة بالكواليس والأسرار والأخبار. ودعونا نبدأ وكالعادة بالعناوين. نقيب الفنانين السوريين ينفي منع سيرين عبد النور من دخول سوريا. يسرى تتحدث في لقاء خاص مع الجولة الفنية عن أسباب اتجاهها للعمل كمذيعة. إطلاق أحدث أفلام سكارليت جوهانسون آخر مارس. تفاصيل أهم المسلسلات المقتبسة من ملفات المخابرات المصرية. نفى نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان ما تم تداوله مؤخرا عن منع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من التصوير داخل الأراضي السورية في خطاب رسمي وجهه لشادية زيتون نقيب الممثلين المحترفين بدولة لبنان. وأكد زهير خلال خطابه أن أبواب دمشق وقلبها مفتوحة للجميع، وبخصوص الفنانة سيرين عبد النور فهي مرحب بها منذ البداية والنقابة بانتظار حضورها. وتتابع سيرين عبد النور حاليا تصوير آخر أعمالها الدرامية أناديل العشاء اللي بيشاركها في بطولته دما قنفلد وسوسن أبو عفار ومن إخراج سيف الدين السبيعي. تعرضت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد لأزمة صحية أجبرتها على البقاء في المنزل بناء على تعليمات الطبيب المعالج لها. وقالت نجوى فؤاد أنها ممنوعة من الكلام بأمر الطبيب حتى لا تتعرض لإجهاد وتعب أكبر، خصوصا وأنها لازالت مرهقة جدا ولا تغادر منزلها. حددت الشركة المنتجة لفيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة يوم 5 إبريل كموعد نهائي لطرح الفيلم بدور العرض المصرية. وطرحت الشركة أيضا التريلر الثاني للعمل، وفيه بيظهر بيومي فؤاد ومحمد ثروت في منطقة جبلية حيث يقررون القفز من أعلى الجبل ليجدوا نفسهم في لبنان. الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، ومحسن منصور، ومحمد ثروت، وهو من إخراج شادي علي. واحد. انت واقف في مظاهرة للإل جي بي تي. هو ده اسم الجماعة؟ هم القط؟ خايف. احنا في المقطم ولا ايه؟ انت بتعرف تقفز؟ عيب يا قط. ربنا يستر. ربنا يستر. واحد. أعلن المطرب اللبناني وليد توفيق عن منحه الجنسية الفلسطينية من قبل الرئيس محمود عباس أبو مازن تقديرا لمسيرته في دعم فلسطين. وكتبت الصفحة الرسمية للفنان وليد توفيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الوطنية المناصرة لقضايا الشعب الفلسطيني ولعطاياه الفنية التي أثرت الغناء العربي والسينما بأعمال رائدة. منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنان وليد توفيق الجنسية الفلسطينية وجواز سفر دبلوماسي. أنا بعرف كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير لبياني بحضن الوادي المرأة الصيادي بكي صرخ صوت سلاح كتير وتخرسم طير الشام. تلتقي النجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب العراقي ماجد المهندس في حفل غنائي بمدينة دبي يوم 4 ابريل المقبل. هو الحفل الثاني اللي بيجمع شيرين بماجد بعد حفل قاموا باحيائه ايضا في دبي ليله راس السنه الماضيه. تعمل شيرين حاليا على الانتهاء من تسجيل اغنيه البومها الجديد والمقرر طرحه في الاسواق في العام الحالي 2017.
من بين الفعاليات الفنية اللي أقيمت في الفترة اللي فاتت، فعالية فنية نظمها المخرج رامي عادل إمام لتدشين شركة إنتاج جديدة بتهتم بالإنتاج الفني من أعمال فنية وبرامج ترفيهية. والمفاجأة اللي أعلنها رامي خلال المؤتمر الصحفي إن الفنانة يسرى هتقدم برنامج تلفزيوني هيكون أول إنتاج للشركة. كاميرا الجولة الفنية حضرت المؤتمر الصحفي وقابلنا في البداية المنتج هشام تحسين وكشف لنا عن برنامج يسرى الجديد. هو زي ما قلنا في المؤتمر ان البرنامج هتكون فكرته فكره مختلفه، تصويره بطريقه غير تقليديه، ومش هيتم فيه ان هو يعني جوه استوديو جوه حاجه، لا هيبقى يكون مختلف وطريقه تصويره طريقه مختلفه. واحنا اصرينا ان السيزون الاولاني يكون يتصور في مصر ان شاء الله عشان يوري الاماكن الجميله والأماكن الراقية والحلوة جدا في مصر. طبعا احنا خد مننا مجهود كبير جدا، وده يعني انا هبقوله لك بطريقة حصرية، يعني خد مننا وقت طويل جدا ان احنا نقنع مدام يسرى انها ترجع للتلفزيون، وخد مننا وقت طويل جدا قبل ما تمضي التعاقد، وبقالنا فترة طويلة جدا بنحاول نقنعها، والحمد لله اقتنعت اول ما شافت ان الفورمات قوي جدا وكمان في هدف وطني في الموضوع. كمان قابلنا المخرج رامي إمام وكشف لنا تفاصيل أكتر عن البرنامج، وطبعا سألناه عن عمله مع الزعيم عادل إمام وأخبار آخر مسلسلاتهم عفاريت عادل علام. مش عايز أحرق الفكرة، بس طبعا وجود مدام يسرى معنا طبعا دي إضافة في حد ذاتها. الفكرة هو برنامج بنحاول فيه إن احنا يعني نعمل شكل جديد واستغلال بقدر ما يمكن وجود مدام يسرى معنا. هو انترتيننج ترفيهي، في رسالة بنحب نقولها في التوقيت ده بالذات في مصر. ان شاء الله السيلبرتيز هيكونوا موجودين معنا، احنا لو عنهم قريب، في منهم مفاجآت كبيرة جدا، وشكل البرنامج الفورمات بتاعته الافكاره هنطرحها ان شاء الله وانس ان احنا تعاقدنا مع محطة بإذن الله. هنعمل مؤتمر صحفي تاني هنقول فيه كل حاجة انتوا عايزين تعرفوها. أستاذ عادل فنان كبير ومحترم وراجل تاريخ كبير، ويعرف يتعامل جدا مع المخرج اللي بيتعامل معاه، والحمد لله صارت ما بيننا في كيمياء انا بحبها وبحترمها، وده يكفي لاي مخرج مع اي فنان ان هو يتعامل معاه بشكل هو فاهمه كويس جدا. واخر لقاءاتنا كانت مع النجمه الكبيره يسرى، واللي سالناها عن سر موافقتها على البرنامج، وكمان سالناها عن سبب ابتعادها عن السينما في الوقت الحالي. انت بتروحي اماكن سياحيه كتير مع السيلبرتيز اللي جايين، بتحاولي توريهم هذه الاماكن بشكل مختلف، بتحاولي انك انت توريهم القيمه السياحيه والاثريه والثقافيه اللي عندنا بشكل انترتينمنت، بشكل ما هوش 1-to-1، بشكل ترفيهي، وده اللي اتمنى ان هو يوصل للعالم كله مش بس مصر. غيابي لا، عشان مش لاقي حاجه يعني تناسبني، ما اكيد لو لاقي حاجه تناسبني اكيد هنزل، لكن الحقيقه انا تعرض عليا اكتر من فيلم، لكن ظروفي انا بالنسبه as a United Nation Ambassadress وبسافر في كل حته كل يومين ثلاثه، فده يعني حال دون ان انا، عشان كده حتى ابتديت متاخر في التصوير بتاعي. تابعنا كلنا من أيام حدث مهم جدا، وهو أن مدينة الأقصر استلمت الشعلة لتكون عاصمة الثقافة العربية لعام 2017. وبالمناسبة دي أقيمت احتفالية كبيرة حضرها وزير الثقافة حلمي النمنم، وطبعا كاميرا الجولة الفنية حضرت الاحتفالية، وقابلنا المخرج الكبير خالد جلال وكلمنا عن الفعاليات اللي أقيمت وعن حفلات دار الأوبرا المصرية بالمناسبة دي. اليوم متقسم لثلاث اجزاء، في جزء في الاول هيفتتحوا فيه معارض للحرف التراثيه مقدمها صندوق التنميه الثقافيه والثقافه الجماهيريه ومؤسسات من المجتمع المدني موجوده جوه مقدمه يعني معروضاتها. دار الاوبرا المصريه عامله حفل كبير للفنان مدحت صالح والفنان محمد جبالي، هم اختتموا في صفاقس عاصمه الثقافه العربيه بالمطربه انغام والمطرب صابر الرباعي من مصر ومن تونس، واحنا هنا بنفتتح ايضا بمحمد جبالي من تونس و مدحت صالح من مصر. في ضيوف كتيرة جدا في مهرجان السينما الأفريقية من كل الوطن العربي ومن الدول الأفريقية كتير جدا، ومن أهم المخرجين في عالم السينما في أفريقيا ومن أهم النجوم المصريين كمان. يعني في حفل افتتاح كان في الأستاذ محمود حميدة والأستاذ البليبة والأستاذ إلهام شاهين والأستاذ ليلى علوي والأستاذ محمود حميدة، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين والدكتور محمد العادل، ويعني ضيوف المهرجان كانوا كتير جدا في لحظة تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله ومجموعة من المكرمين كانوا
موجودين. يعني كانت حفلة رائعة، وده يعني أنا أعتقد أنه بداية عودة لحراك كبير في منطقة الأقصر، لأن الأقصر السنة دي عاصمة للثقافة العربية وأسوان عاصمة للثقافة الإفريقية. فيعني أعتقد أنه يكون في حراك رائع في الحركة السياحية في الوقت ده على مدار العام. أكدت نجمة موسيقى البوب سيلينا غوميز أنها كانت مدمنة إنستغرام لدرجة استنفاذها وإفقادتها الثقة في نفسها، وألغت المغنية جولة غنائية كانت هتأخذها إلى عدة دول العام الماضي، ولجأت للعلاج النفسي بعد أن عانت من الاكتئاب والقلق، موضحة أن ثقتها بنفسها أصيبت برصاصة. وأضافت غوميز ولديها أكثر من 113 مليون متابع على الإنستغرام، وهي الأولى عالميا على التطبيق المصور، إن الهوس بوسائل التواصل الاجتماعي زي الانستغرام الفيسبوك تويتر أصابها بالرعب، وأنها حذفت التطبيق المصور من هاتفها المحمول. استكمالا لمبادرة زوروا مصر التي بدأها النجم خالد النبوي عام 2011 في برلين، بيواصل حاليا دعوته للسياح من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر، وسافر بالفعل إلى الأقصر وارتدى تيشيرت مكتوب عليه Come to Egypt لدعوة السياح لزيارة مصر ورؤية معالمها. ومؤخرا قام خالد بنفس الموضوع في سيوة والفيوم. البرومو التشويقي لفيلم الأصليين ربع مليون مشاهدة، وده بعد أيام من إطلاق الشركة المنتجة للبرومو من خلال صفحة الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ولفت البرومو الأنظار منذ انطلاقه بسبب أجواء الغموض الموجودة به وعدم وضوح أي تفاصيل عن أدوار الأبطال، حيث بتظهر وجوههم غير محددة الملامح، مسلط عليها إضاءة مختلفة مناسبة لأجواء الفيلم. فيلم الأصليين هو من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، ومن بطولة كل منا شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، ومحمد ممدوح. نشرت الفنانة بشرى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة بتجمعها بالفنانة الراحلة كريمة مختار، وكتبت تدوينة قالت فيها: أم لم تلدني ولكن أفتقدها بشدة، وحشتيني يا ماما كريمة. يذكر أن الفنانة كريمة مختار رحلت عن الحياة يوم 12 يناير الماضي عن عمر يناهز حوالي 82 عاما بعد صراع مع المرض. وبعد الفاصل تلتقون إطلاق أحدث أفلام سكارليت جوهانسون آخر مارس. تفاصيل أهم المسلسلات المقتبسة من ملفات المخابرات المصرية. مشاهدينا، موعدنا الآن مع الأخبار العالمية. قالت النجمة سكارليت جوهانسون أنها قبلت دور البطولة في فيلم الخيال العلمي والجريمة The Ghost in the Shell بعد أن استشارت طبيبها المعالج، وخصوصا أنها أنجبت ابنتها قبل التصوير ببضعة أشهر. الفيلم هيبدأ عرضه نهاية الشهر الحالي من إخراج روبرت ساندرز، وبيحكي عن شرطية نصف آلية بتكلف بالقبض على أحد قراصنة الكمبيوتر. Was a lie. Who are you? They did not save your life. They stole it. قال المخرج ريدلي سكوت، والذي ينتظر الكثيرون الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة إليان، واللي من المقرر أن يبدأ عرضه في شهر مايو القادم بعنوان إليان كونفيننت، أنه انتهى من كتاب جزء جديد للسلسلة الناجحة، وأن الفيلم سيكون بعنوان إليان أويكنينج. الجدير بالذكر أن أول أجزاء السلسلة عرض عام 79. You sure about this, Captain? How do you mean?
We don't know what the fuck's out there. أعلن المخرج كريستوفر ماكواري انضمام النجم هنري كابل نجم سلسلة أفلام سوبرمان للجزء السادس من سلسلة ميشن امبوسيبل واللي لها بطولة النجم توم كروز. ونشر ماكواري على صفحته بموقع انستغرام نبأ انضمام نجم سلسلة أفلام سوبرمان إلى الجزء السادس من سلسلة أفلام ميشن امبوسيبل، ومن المقرر عرض الجزء السادس في دور العرض يوم 27 يوليو. من الأفلام الهندية اللي انطلقت الأسبوع الماضي الفيلم الرومانسي ماشين، هو من إخراج مستانا بارموالا ومن بطولة كيارا أدفاني ورونيت روي. وتدور أحداث الفيلم حول شاب وشابة عاشقان لسباق السيارات يلتقيان في ظروف غامضة ويقعان في الحب، لكن مع مرور الوقت بتكتشف حقائق جديدة بتغير حياتهم للأبد. الدراما والسينما المصرية قصص واقعية كتيرة من ملفات المخابرات المصرية، معظمها بيحكي عن بطولات لأشخاص ضحوا بحياتهم عشان يساعدوا مصر في ظروفها الصعبة زي الحروب والنكسات. وفي حوالي 11 مسلسل تلفزيوني بيتناول فكرة التجسس لصالح مصر ودور المخابرات في الحفاظ على الأمن القومي، بالإضافة لخمس أفلام سينمائية اتناولت وقائع حدثت بالفعل. من الأعمال دي طبعا مسلسل رأفة الهجان اللي كان من بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز، اللي اعتبره البعض أكثر مسلسل مؤثر على الجمهور وكان أكثر من جزء، ولعب بطولته زي ما كلنا عارفين النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز. بس هنا في روما الشلقة دي محتاجة مكتب خبرة يا ديفيد. يا حجة عشان أطلع بالأبوبة معايا. ها والسبب التاني؟ السبب التاني لا مؤاخذة يعني إن ديفيد شارل صنحون في إسرائيل دلوقتي، استحالة أي بني آدم هناك ممكن يشك فيه. كلام فارغ يا سيد نبيل. الثقة المتزايدة دي خطر، خطر عليك وقت البلد محتاجة لك فيه اكتر من اي وقت تاني. الله، وانا قصرت في حاجة؟ محدش قال انك قصرت، اللي عملته ده نوع من الاهمال الجسيم. مش اهماله بس، ده استهتار. أما النجم عادل إمام فكان له تجربة مميزة في المسلسلات المأخوذة عن قصص وبطولات من ملفات المخابرات المصرية، وقدم قصة البطل المصري جمعة الشوان اللي تم تجنيده لتجسس على إسرائيل لصالح مصر، وكان بيساعد الأبيب بالعديد من المعلومات المغلوطة واللي كانت سبب في نصر أكتوبر. وشارك في بطولته مع عادل إمام علي زايد وصلاح أبيل ومحمود الجندي ومشير إسماعيل، والإخراج ليحيى العالمي وسيناريو وحوار صالح مرسي. حبة الطماطم فيها كام بذرة؟ هات طماطماية وانا هديهم لك. تعرف مين في المخابرات المصرية؟ صلاح مصر. بس ده اتشال. انا معرفش. تعرفه منين؟ من الجرايد. بتبيع سجاير بكام؟ محلي ولا مستورد؟ بالاتنين. باربعين جنيه. كمان النجم حسين فهمي كان له تجربة مميزة في المسلسلات اللي من النوع ده، وقدم مسلسل بعنوان الحفار سنة 95. المسلسل كان بيتناول قصة تدمير حفار أمريكي وضعته إسرائيل في سيناء لتنقيب عن البترول، وتمكنت المخابرات من القضاء على الحفار وإخراجه من الخدمة نهائيا. المسلسل لعب بطولته حسين فهمي، هالة صدقي، مصطفى فهمي، وكان من إخراج وفيق وجدي، وعن قصة أيضا لصالح مرسي. من وضع العبوات. المهم ايه رايك في الخطه دي؟ قد ما هي بسيطه قد ما هي عبقريه، ده لو اتنفذت بدقه. البركه فيك انت بقى انك تسفر الرجاله كلهم قبل ميعاد الانفجار. طب وانت هتعمل ايه؟ انا بعديهم بشويه. اشمعنى؟ مش عارف. وطبعا كلنا فاكرين الدور اللي قدمه النجم الراحل الكبير نور الشريف في مسلسل الثعلب، والمستوحى من ملفات المخابرات المصرية، وبيتناول بطولات وعمليات الفريق ضابط المخابرات ريتشارد بريل وانتصاراته المبهرة على الموساد الإسرائيلي. للأسف اللجنة مش هتجتمع قبل حوالي ساعتين. بس لو اتأخرت في الاتصال بيها يبقى مش كويس. بعد إذن حضرتك اتصل بالشركة تاني.
وصول اوليفيا ده كان غير متوقع. الو يا مريم، اذا الست دي ايه اتصل التاني؟ انت قلت لها ان انا ومن الأعمال الجديدة اللي استوحت قصصها من ملفات مخابرات مصرية مسلسل عميل 1001 واللي قام ببطولة الفنان مصطفى شعبان، وكتب سيناريو المسلسل الدكتور نبيل فاروق، وكان من إخراج شيرين عادل، وكان من بطولة نور ونيلي كريم ريهام عبد الغفور رزان مغربي وجمال إسماعيل. وكمان قدمت النجمة منى شلبي سنة 2009 مسلسل حرب الجواسيس، وبتدور أحداثه في فترة ما بين عام 1967 وحتى حرب أكتوبر عام 1973، وبيحكي عن طالبة جامعية بتمارس العمل السياسي والصحافة في أثناء دراستها، وتعيش قصة حب مع زميلها نبيل سالم، لكن بيتم تجنيده في الموساد الإسرائيلي، وبتلاقي نفسها متورطة معاه وبتضطر لمجاراته حتى يتم القبض عليه. صح؟ صح. بس انت ما تعرفيش الظروف اللي انا مريت بيها السنتين اللي فاتوا واللي وصلوني اللي انا فيه. انا خلاص رجلي جت في الخاية وضعت، انما انت لا. بلاش يا سمير، بلاش. صعب. ليه صعب؟ ليه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايزك تبعدي من هنا. صعب. انت لسه على البر والوقت لسه ما فاتش. لا طبعا الوقت فات، لاني خلاص بشتغل معاهم وقدرت اكسب ثقتهم. ثقتهم؟ انت فاكره ابو سليم موافق ان احنا نيجي هنا ليه؟ عشان شاكك انك بتشتغلي حساب المخابرات المصريه، طلب مني انك اكشف حقيقتك وقرري. واضح ان المسلسلات اللي من النوع ده بترجع بقوه الايام دي، وفي مسلسلين بيتم تصويرهم حاليا، هما مسلسل الظاهر لمحمد فؤاد والزيبق لكريم عبد العزيز. وهنبدا اولا بمسلسل الظاهر لمحمد فؤاد واللي هيعرض قريبا جدا على شاشه اون اي قبل الموسم الرمضاني اكيد، وبتدور الاحداث حول ضابط جيش بيعيش في منطقه الظاهر وبيساعد كل من حوله، ولكن بيتعرض للعديد من المواقف الصعبه ومنها وقوعه في غرام فتاه يهوديه بتستدرجه للجاسوسيه، وبتتوالى الاحداث. المسلسل بيشارك في بطولته رغده ومدين طبر وحسن يوسف وتامر عبد المنعم وانجي شرف، ومن اخراج ياسر زايد. والمسلسل بيعيد النجم محمد فؤاد للدراما بعد غياب حوالي 7 سنين. اما النجم كريم عبد العزيز فبيراهن السنه دي في رمضان على مسلسل ماخوذ عن قصه حقيقيه من ملفات المخابرات المصريه، وهو زي ما قلنا الزيبق. وبيحكي الزيبق عن ملحمة بطولية لرجال مصر وقعت أحداثها في الفترة من أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، وبيشارك في بطولة المسلسل شريف منير، طلعت زكريا، وهو من إخراج وائل عبد الله. أنا مش هعيش عمري كله مستني طلقة في ظهري منك، وأنت اللي قررت إن واحد فينا يسيبك. هو ده اللي أنا عايزه. صمتك على مسلسك، سيب الباقي عليا. وليك عليا أكتب لك جواب انتحار بغلطك. الناس تترحم عليك بدل ما كانت هتدف عليك. وبكده مشاهدينا انتهت جولتنا الفنية، ودعونا نتذكر أهم العناوين. نقيب الفنانين السوريين ينفي منع سيرين عبد النور من دخول سوريا. يسرى تتحدث في لقاء خاص مع الجولة الفنية عن أسباب اتجاهها للعمل كمذيعة. إطلاق أحدث أفلام سكارليت جوهانسون آخر مارس. تفاصيل أهم المسلسلات المقتبسة من ملفات المخابرات المصرية. جولتنا الفنية لازالت مستمرة على شاشة أون لايف.